الرسالة الثانية لخطتك اليومية في شهر رمضان المبارك السحور. تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لا تترك السحور ولو جرعة ماء ولو تمرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.